لكن درجته كانت اقل. هذا اللاعب اللي يعني ممكن راح يجيب المركز الاول او الثاني اذا ادى جملته بشكل صحيح. الحركة اللي راح يسويها انا ما ادري اذا راح يسويها اول لاين اول خط ولا لا. هذه الحركة هو اول لاعب يسويها، هي باسم الحركة هذه صراحة، هي دبل استرت امامية مع لفة ونص. خلي يخلص الجملة. ما شاء الله. هل حجز هذا الاسباني المركز الاول؟ بنسبه كبيره، هو مش اكيد اي، بس بنسبه كبيره يعني اذا ما كان الاول راح يكون الثاني، راح يكون احد الثلاثه 100%. ولكن السؤال، هل حجز المركز الاول؟ ما قدمه مذهل جدا جدا جدا، صعوبات كبيره في حركاته، ولكن حركات ايضا صعبة. اجاده في الحركات، يعني احنا نشوف حتى فرحته، شوف فرحه اللاعب حتى غير الاسبان قاعدين يهنونه بما قدمه. نشوف التركي، نشوف قبله الاوكراني، نشوف الكازاخستاني، الكل يهنيه. فعلا ما قدمه امر رائع جدا. اللي انا قلت لك الحركه هذه يعني ما حد يسويها الا هو، هي مش الحركه مش سهله يعني، ما حد كان متوقع ان في لاعب راح يسوي حركه نفس هذه اصلا. كم جاب في التصفيات ولا ما دخل؟ جاب 14-6. 6 14-6، والستارت عنده كان 16.3، لكن انا اتوقع انه راح ياخذ افضل. افضل اتوقع. المشكله التحكيم في الجمباز ممكن يعني ترتفع ممكن تنزل على حسب ترى اجزاء من الحركات. انا بالضبط اقول اجزاء يعني من الحركات، يعني انا تفاصيل صغيره كحكم كيف اشوف اللاعب؟ ممكن انا اشوف غلط الحكم الثاني ما يشوفه. هذا اي لاعب؟ اللاعب السادس هذا ولا السابع؟ أربعتاش فاصلة تسعة. الستارت فاليوم كان أعلى من التصفيات، والنتيجة اللي خذاها أعلى من التصفيات. هو شوف سعيد جدا بهذا الرقم.